الايام اسرعن صلى الله عليه مئات ومن صلى عليه مئات كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجده خير وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وأرضى اللهم عن صحابته وخلفائه راشدين هادين مهتدين وعن صديق الأكبر سيدنا أبو بكر منير أنوار وعن سراج أهل جنة نادق بثواب سيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق أموال في رضا رحمن بن عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب المدينة الإيم ليس بن غالب أبي حسن سيدنا علي بن أبي طالب وأن ستة باقيها لا زالت إلى أولى راقيها. اللهم أنصرنا بهم وأنصر من نصر الدين وهزر من هزر المسلمين. اللهم هلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين وجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين وكتبوا السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وانقلاء وداون وزنا ووباء دهر من جميع ذلك. بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا وأشياخنا ولمن سبقنا بإيمان والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم وأموات وإن كان في زمن احتياج إليه فزد. اللهم اسق بلادك وارحم هباتك وأنصر رحمتك وحايل بلدك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل من السماء علينا مدرارا. اللهم سكينا قيسا ولا تجعلنا من الكانتين أنبت لنا زرعا وأدي لنا به درعا وعرف أن جودا ورجوعا ورؤيا وكسف أنا من البلاء من لا يكسفه غيرك. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين.